مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. حقيقة الاجتماعات اللي بسموها الفيرتشوال ميتينجز أو الاجتماعات الافتراضية عم بتحل حاليا محل الاجتماعات التقليدية اللي كنا متعودين عليها من زمان، وبدأت تاخذ دور كتير كبير. وبتوقع أنا كمان حتى بعد ما ترجع الحياة، إذا رجعت الحياة زي ما كانت أول بعد انتهاء الكورونا وما غيرها، راح تضل الفيرتشوال ميتينجز موجودة ومهمة في حياتنا، لأنه باختصار وفرت علينا مصاري، بنقدر نسوي الاجتماع بدون ما نتحرك للمكان، عم نقدر ناخذ راحتنا بالاجتماعات مش زي الاجتماعات اللي كنا نروح عليها، عم نقدر نسوي أكثر من شغلة. حتى كمان نحن عم نسوي الاجتماع كثير شغلات فاسيليتيز وكثير شغلات تسهيلات صارت تعطينا إياها الفيرتشوال ميتينجز، بس إلها أصول وإلها بروتوكول معين حبيت إنه نحكي فيه اليوم. الاجتماعات الفيرتشوال شأنها زي أي اجتماع تقليدي اللي كنا نسويه، بدك تكون مستعد له. المقولة اللي دائما بقوله to be prepared is half the victory، إنك تكون مستعد هو اعتبار زي كأنك وصلت لنصف النجاح. بدك تكون مستعد ومحضر حالك قبل الاجتماع بإنك يكون في عندك أجندة واضحة للاجتماع، فيها مواعيد معينة، إنه الساعة 9 مثلا بدي أبدأ الاجتماع، الساعة 9 و10 بتعطي لفلان يحكي، الساعة كذا، يكون محددة هذا الاجتماع، ويا ريت إنها تكون حتى موزعة على اللي راح يجوا أو محطوطة قبل ما يبدأ الاجتماع، مشان الكل يعرف إمتى راح يبدأ الاجتماع وإمتى راح يخلص الاجتماع. طبعا بأدوار الأشخاص اللي راح يستلموا بالاجتماع تكون برضو واضحة، وكل واحد شو دوره. التكنولوجي تتأكد منها قبل ما يبدأ الاجتماع، شغلات التكنولوجيا اللي هي اللي بنحكي عنها بالفيرتشوال اللي هي الكاميرا تبعتك، تأكد انك انت كاميرتك شغالة مظبوط، الصوت واضح، الإضاءة مظبوطة. هاي الأمور كلها على فكرة لها قواعدها، كمان برضه راح استعرضها على السريع. يعني بالنسبة لبعدك عن الكاميرا لازم تكون حوالي من 2 ل 3 قدم تقريبا، مشان يطلع يعني راسك واضح، جسمك تقدر حركات البودي لانجوج تكون واضحة مبينة، مش تكون نص راسك اللي مبين أو جسمك من تحت مش مظبوط أو اللي هو. فلازم تاخذ مسافة. هاي الإضاءة، أنت بتحط الآيباد أو الكمبيوتر أو التليفون بتحطه ظهره للأزاز، يعني أنت بتكون وجهك شايف الأزاز عشان الإضاءة تطلع أحسن إشي بالنسبة لك، لأنك إذا كان العكس راح تطلع مغبشة وراح تطلع في إضاءة مش مظبوطة. كمان بالنسبة للصوت لازم تتأكد منه إنه شغال وإنه الكل راح يسمعك بوضوح. وكمان بدك تكون محضر ماتيريال إذا المحاضرة أو الميتينجز بده ماتيريال، ويحبذ إنه يكون في سكرين شير اللي هو سلايدات بدك تحطها مشان الكل يشوفها، لأنك أنت بدك تنجح اجتماعك بقدر الإمكان، بدك تستخدم كافة الوسائل الممكنة مشان تنجح هذا الاجتماع. الملابس لازم تكون رسمية، إذا كان الاجتماع رسمي ما بصير يطلع واحد مثلا بالبيجامة أو يطلع واحد بلبس مش لائق، ولازم تكون الكاميرا تبعته مضوية، خاصة لما بتجيب ضيوف مرات على الاجتماع بكونوا مش حاطين كاميرتهم، هذا اشي مش كتير، يعني انت عم تفقد التواصل مع الانسان اللي قدامك، ناس الكاميرا مفتوحة عليهم، ناس الكاميرا مش مفتوحة عليهم. لا، يحبذ انك انت تكون واضح ومرئي والكل شايفك، تكون بهندام جميل وتكون بشكل لائق مشان تكون مقنع أكثر، وتكون التواصل حتى لو البعد يكون عم بيقوم بمهامه. طبعا مواضيع الأراجيل والدخان والأمور هاي إذا كان الاجتماع رسمي يحبذ هذا الحكي كله ما يكونش موجود. بعد ما يخلص الاجتماع الرسمي، عن هنا يا جماعة الاجتماع الرسمي الكل بياخذ راحته وما في مشكلة. تتأكد كمان برضو بالمكان اللي انت بتسوي فيه الاجتماع لانه ما في صوت، يعني محضر العائلة عندك او البيت عندك او المكان اللي عندك انه يا جماعة انا عندي اجتماع، رجاء ما تدخلوا علي، وهي انا مسكر الغرفة مشان ما يخربوا لك الاجتماع ويطلع اصوات. ويستحسن طبعا انك انت عم تدير الاجتماع او انك بديته انك تحط ميوت فور اول، تحط عليهم الصوت ممنوع حدا يقدر يحكي،
مشان ما يصيرش ازعاج من المتحدث اللي بيحكي الرئيسي، وتبدا تفتح المايك لكل واحد بيحكي على حسب الدور وحسب التتابع تبعته. بدك تعمل اجتماع، بدك تبدا بالوقت المحدد، واللي بده يعمل اجتماع لازم يكون حاضر اول الناس، مشان اذا في ضيوف داعيهم يكون هو يرحب فيهم ويسلم عليهم، وما يجي زي الضيف اخر شيء، يجي اخر الاجتماع او يجي متاخر 10 دقائق ربع ساعه، والله كنت اشيك النت، والله كنت اشيك لا انت هذا الحكي كله بتكون مشيكه قبل بساعه، بتكون عارف عندك اجتماع مثلا على الساعه 2 على الساعه 3، فبتكون محضر امورك ومشيك كل امورك. البادي لانجوج، الحركات الايدين، الحركات الصوت، ارتفاع الصوت، التنزيل الصوت، الامور هاي كل هاي مهارات برضو لازم تتقنها، لانك انت بدك تحاول تقنع من حولك وهن بيسمعوا لك على انه الحكي اللي انت بتحكيه مفيد وكويس. لازم تكون كمان برضو تحكي للموجودين يطفوا تلفوناتهم يستحسن، او يبعدوا عن المكان اللي عم بيعملوا الزوم اللقاء او السكايب او بغض النظر عن الابليكيشن اللي بيستخدموه، لانه حقيقه بيشوش عليه وبيشوش على الموجودين، فلازم يبعدوا هذا التلفون، خاصه لما تصير تجيهم مكالمات وتصير تجيهم هاي الامور. يستحسن بعد نهاية الاجتماع انك تعمل تقييم للاجتماع، ممكن تسأل المقربين او اللي علاقتك معهم قريبة او الموجودين اللي بيسمح الوضع، انه ايش في صار نقاط بتحسوها انه مش لازم كان نسويها هذا الاجتماع، الاجتماع الجاي ناخد بالنا فيها اكتر. فكل ما انك كنت انت محضر حالك اكتر، كل ما قدرت الاجتماع بطريقة بروفيشنال وبطريقة منظمة، وكل ما قيمت الاجتماع بعد ما يخلص بكون اجتماعك ناجح أكثر وأكثر. بتمنى لكم يوم سعيد ويسعد أوقاتكم بالخير دائما. تحياتي.